تعالوا نشوف ازاي نلف سمبوسه بالجبنه. مشاكلنا مع السمبوسه اللي بالجبنه يا مغازي، الجبنه بتفك في قلب الزيت بيبقى شكل وحش قوي، وانا مطلعه السمبوسه فاضيه، الاولاد يجوا ياكلوها ما لقوش جواها حشوه، اعمل ايه؟ اتعلمي مني يا اختي. ادي السمبوسه معانا، ومعانا جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، الجبنه اللي انت حباها. هاتيها بقلب جامد لان معاك شيف شاطر هيعلمك ازاي تلف السمبوسه مره واتنين وتلاته. خدتيش بالك من الاولى تاخدي بالك من التانيه، واحنا مع بعض كده اهو. معلقتين دقيق دوبهم في ميه. معلقتين دقيق دوبيهم في ميه. والموزاريلا عندنا زي الفل. ولكن عايزه تضيفي للموزاريلا شويه حبه البركه، اهلا وسهلا. عايزه تخليها زي ما هي كده، اهلا وسهلا. عايزه تحط لها شويه بقدونس حلوين، اهلا وسهلا. عايزه تحط عليها ريحان اخضر، اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. بس انت بتحبها يا مغازي؟ بحبها زي ما هي كده بصراحه يعني. اهو زي ما هي كده اهو، حط الجبنه كده اهو. ومليها ما تخافيش، معاك شيف شاطر. بص 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 على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص على الحركه دي. بص واخد الديده كده بالميه واحطه هنا كده واقفلها كده. يلا كمان واحده مع بعض. احنا معانا الشهر طويل، لازم نطلع من الشهر رمضان ده نتعلم نلف سمبوسه زي الشيف المغازي، كبير وصغير. ادي الجبنه الموزاريلا وهي في ايدي اهو. شفت ازاي؟ حابه تحط هنا شويه بقدونس، اهلا وسهلا. جودي. بص ازاي التركايه دي، هي دي الكلام. بلفها كده. نعم يا فندم. وتاني كمان واحده عينيا. حاضر، اكيد واضح انك انت عايز تتعلمها. تاني ادي الموزاريلا اهي. شويه موزاريلا حلوين زي الفل. دول لما يسيحوا جوه العجينه دي حكايه، ولازم يكون عندك زيت غزير. السمبوسه تتحمر في زيت غزير زي الطعميه. شويه بقدونس معاها. بص الحلاوه، بص الشياكه اهو. ممكن بقدونس ده ريحان اخضر. بص بص. والشويه اللي هي الدقيق، اهم حاجه هنا الدقيق اللي في الميه. خلطه كده بتخليها عندك زي الفؤاد. اشيل دول من هنا. حاضر يا فندم. نلف كمان واحده اخيره. عشان عندي صينيه كنافه. كنافه بالمكسرات. وسر الكنافه في تسمينها، في السمنه بتاعتها. شفت الموزاريلا اهي. ممكن الموزاريلا دي ممكن تكون شيدر، ممكن تكون جبنه حلوم، بس في حاله لما استخدم الحلوم يا اختي حطيها في ماء بارد للتخلص من الملوحه. تعمليها حلاوه الجبنه، تعمليها مع كنافه، تعمليها مع سمبوسه. تعمليها مع رز بلبن زي ما انت عايزه. شفت الحلاوه دي؟ كمان واحده اخيره عشان مخرجنا واضح ان هو هيسيب الاخراج ويلف سمبوسه. بص اهو. بص يا غالي اهي. تاني واحده اهي. جبنه اهو. عايز بحبه البركه حط، عايز بقدونس حط، عايز جوز الهند حط، زي ما انت عايز. هنلفها كده. تاني اهو. طب يا مغازي انا لازم الفها على ايدي كده وانا واقفه، انا بحب احطها على البلانشه. حاضر، عينيا ليكي يا اختي، عينيا ليكي يا امي، عينيا ليكي يا ست الكل، يا حلوه يا اموره. نشيل ده كده، وعايزين نتعلم لف السمبوسه على البلانش. احطها كده. حاضر يا فندم اهي. هحط الجبنه اهو. للمبتدئين مش للحرفيين، مش للمهره، للمبتدئين اهو. نحطها كده ماشي، واعمل ايه؟ والفها كده اهو. بص بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي. دي اسهل، دي اسهل. حاضر، اعمل لك واحده كمان بالسهل. حاضر خلاص يا فندم. طلع ازاي؟ كمان واحده باحلاها. حاضر يا فندم. العب يا سمك. واحد اخر واحده اهو. يلا حاضر عيني اهو. خلي كل الشعب اللي بيشوفنا دلوقتي والدنيا كلها يتعلموا لف السمبوسه من المغازي. جبنه موزاريلا اهي، كميه اللي انت عايزاها. نقلبها كده. بص اهو. وبعدين مثلث متساوي الاضلاع، هات المزوره وقيس، هات البرجل وقيس. بص بص اهو. هات لي ضلع اكبر من ضلع، هديك اللي انت عايزه. هعزمك على الفخده الضاني دي. بص بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. قفلت. تمام. بص عامله ازاي؟ شفت الشكل ده بالله عليك؟ نعمل شكل مربع من المثلثات دي، نطلع شكل مربع. الشكل المربع بيساوي ايه؟ تساوي الاربع مثلثات جنب بعضيهم. معرفش هي نظريه غلط ولا صح. تعال نعمل دي مع بعض تاني. تاني اهو. يلا يا مصري. بص الحلاوه، بص اهو. تاني اهو. شفت الحلاوه؟ حاضر يا فندم. خلاص خلصت. نحطها هنا. حاضر يا فندم. ما اعرفش يطلع ازاي المثلث ده، انا عايز دايره.
تصدق ده جت معايا، جت معايا دايره. ايه الحلاوه دي؟ بص الحلاوه ده اهي، سيكل معايا اهي عرايه سوسو. طيب تعالوا مع بعض القراصيه، ايه الاخبار القراصيه؟ سوسو دي بنتي عشان ما حدش بس ايه. حلو، ناخد الميه دي كده اهو اهو اهو، شفتي الميه دي؟ دي شوربه، شوربه اهي اهي. لوز قراصيه مشمشيه قرفه، خليها على جنب كده لغايه لما الفخده تطلع معايا. تعالوا نشوف الرز اخباره ايه. ادي الرز يا حلاوه اهو اهو، شفت رز الفلفلين بسمتي، فيهم لحمه مفرومه، فيهم الشوربه، فيهم ريحه الفخده وطعم الفخده وبركه الفخده اهو اهو. طيب انا عايز اعمل دلوقتي صينيه كنافه بالمكسرات. نطلع فاصل ولا الكنافه؟ طب بس جيب السيكل ده الحلو ده والنبقى عاجبنا، والسيكل ده جاي نتيجه ايه؟ كام واحد 2 3 4 5 خمس مثلثات مع بعضيهم، ادوني سيكل. المفروض يكونوا اربعه، مش عارف ايه جت معايا كده. لا انا عايزك تتفرج على السمبوسه وهي في قلب الزيت، شوف الحلاوه دي اهو. يا طيب واحده بنهزر، ده خبره 30 سنه يا غالي، الجبنه تسيح في قلب الزيت ازاي؟ دي ممكن تسيح معاك انت انما معايا انا لا. صوت يجوع. نغرف السمبوسه يلا، اللهم صل على النبي. الله، شيل السمبوسه حكايه. فين مكانها؟ تحب السمبوسه فين؟ هنا اهو.